ديما كتوقع هذه دي. اي فنان غتسولي غادي يقول لك حاله نفسيه كنعيشوها دائما. بعض المرات كطيح شو سي، بعض المرات كطيح حتى في لا ديبرسيون، كديبريما بزاف يعني صعيبه بزاف على الفنان انه يجيري بزاف د الحوايج، باش تجيري العمل ديالك، باش تجيري الظروف العائليه ديالك، باش تجيري الجمهور ديالك، باش تجيري الانتقادات ديالك، باش تجيري واحد الناس اللي كيدخلوا باش يقولوا لك كلام يعني غير باش يجرحوك. شوف كاين الناس، كاين الانسان اللي واعي وكاين الانسان اللي قبيح، فكاين اللي كيدخل غير باش يجرحك وكيخرج، لان داك الفنان راه قبل ما يكون فنان فهو انسان وعنده حتى هو احساس وعنده كيحس. فانك تدخل تقول له كلام انه ولا كتسب له مثلا العائله ديالو، فهذا هو اللي ولينا حنا اليوم ولينا نشوفه بزاف، هو ان الفنان ولا كيتعرض للهجوم بزاف، وهذا صعيب بزاف. وانا نظن يعني اي فنان غتسولي غادي يجاوبك نفس السؤال، لان بعض المرات كتقول اش داني كاع ندخل انا في هذا الشيء، ولكن الظروف من البدايه هي اللي خلاتك انك تكون فنان، وهي اللي خلاتك انك تدخل في هذا الميدان. ولكن لو كان عندي الاختيار قبل وكنت نقدر نختار شي حاجه، لو كنت نعرف المستقبل شنو محضر لي كنت نقدر نختار شي حاجه، ولكن هذا ما يعنيش انني ما كندير شي حاجه كتعجبني. بالعكس، انا الفن هي واحد كما قالوا المصريين حته مني، يعني واحد الفن واحد لابارتي مني كبرت معايا 25 سنه فولات جزء مني انا الفن. فوالا.